وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: شاب تائب من الصور المحرمة وما زالت تلك الصور تطارده حتى أثناء الصلاة، وهو يجاهد نفسه على عدم العودة مرة أخرى، فما نصيحتكم له ولغير من الشباب؟ أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يثبتنا على ذلك. والتوبة أيها الكرام الفضلاء لها ضوابط: أولا الاعتراف والندم والعزم على عدم العود، وأيضا البعد عن البيئة. البعد عن البيئة مهم جدا، فإذا بعد الإنسان عن بيئة الصور المحرمة والأفلام والمقاطع الإباحية والنظر إلى النساء، يملأ الله عز وجل قلبه خيرا وبرا. وأوصيه دوما بأنه إذا جاءه الوسواس في الصلاة فليدفع عن يساره، كان في حديث عثمان: ثلاثا ولاستعذ بالله، فلا يضره شيء إن شاء الله عز وجل. يكثر من الاستغفار، يكثر من أذكار، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من صلاة الليل والدعاء، وإن فعل ذلك إن شاء الله يذهب عنه ما يجد، يصاحب الأخيار، يبتعد عن الأشرار، يبتعد أيضا عن المقاطع ويطلقها تماما. نسأل الله لي ولكم الثبات، صلى الله عليه وسلم.